شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح، وبنرحب بالكابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي لك كابتن نايم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامة عرابي، وكابتن بلال. اهلا وسهلا. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى الفوز، وهارد لك لنادي المقاولين. سريعا كابتن ايمن، هروح لطاقم التحكيم. كان الحكم مصطفى عثمان ادار كابتن علاء 5 مباريات فقط في الدوري الممتاز. هذه المباراة أول مباراة يلعبها للنادي الأهلي هذا الموسم طبعا، المباراة كانت تحكيمية كانت سهلة، زي ما قلنا دايما النتيجة بتبقى بتسهل الحكم، الحكم بتبقى الأمور ماشية معاه بشكل كويس. المساعد الأول كان إيهاب فخري من منطقة القاهرة، والمساعد الثاني كان كريم يونس من منطقة اسكندرية، مبروك نبيل من منطقة القاهرة الحكم الرابع. الفار كان محمود بسوني وكان شهاب راشد. كان أول حلقة كابتن علاء كابتن بلال، حالة مهمة جدا جدا، واحنا بنتكلم هنا على خطأ من المساعد الأول. شوف الحالة، حالة سهلة جدا 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 يا كابتن علاء، نشوفها هنا. هدف بس أسهل شيء، وأنا بقول هنا في حاجتين حصلوا لإيهاب فخري الحكم المساعد الأول. يا تمركز خاطئ يا كابتن أسامة، تمركز أحيانا يجيب إشارة خاطئة، يا إما هو ما ربطش هنا لحظة. ثانية واحدة بس يا سمير، معلش ثانية، اللعبة دي مهمة جدا لأن دي أسهل حالة تحكيمية النهاردة بيجي منها هدف والمحكم المساعد بيشاور على تسلل. هنا لحظة التمرير والموقف، الاتنين دولت لو أنا مش مركز كويس يا كابتن علاء كابتن الشريف، وراحت مني لحظة التمرير وموقف التسلل، اللعبة كلها بتروح مني. شايفين هنا اللاعب هنا المقاولين هنا، يعني لعبة واضحة ما بين لاعب المقاولين ولاعب النادي الأهلي اللي هو طاهر هناك، سهلة، ويعني أي حد يعني هيدي استمرارية في القرار. هو عمل الديلي هنا وبعدين احتسب التسلل. شوف اللعبة تاني، هنا هدف صحيح لمحمد طاهر، محمد طاهر. ونشوف هنا الفار حتى لما بيراجع، هو هنا حتى الحكم الفار بيعمل مراجعة للحالة، وبنشوف هنا الخط الفار هنا بيجي بيجيب نتيجة ازاي. شوف هنا اللعبة واضحة جدا جدا، هو واخد هنا من اللاعب اللي هو الطاهر من الكتف، وهنا واخد من الكتف، وهنا الحالة واضحة سليمة 100% أسامة، وهدف صحيح، ولكن كان الخطأ كان من خطأ المساعد الأول. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية نشوف هنا محمود كهربا طبعا بذكاء حط جسمه وراح، وهنشوف هل في مخالفة هنا ولا مفيش مخالفة. شوف هنا كابتن احمد علاء هنا، بس هرجع تاني هنا الركبه في الركبه من الخلف، هرجع تاني كده الزاويه اللي فاتت يا سمير، الزاويه اللي فاتت الركبه هنا اليمنى في هنا، ايوه هنا نقطه التلامس، الركبه في الركبه من الخلف من هنا لكهرباء من احمد علاء، يعني حاله سهله جدا جدا، والحكم لما يتردد في اتخاذ القرار ركله الجزاء صحيحه. وهنا قلنا ده خطا باهمال، هنا ما فيش هنا كابتن اي بطاقه ولا صفراء ولا حمراء، وهنا الفار يؤكد صحه ركله جزاء للنادي الاهلي نتيجه العرقله الواضحه من احمد علاء لاعب المقاولين لكهرباء. الحاله بعد كده نشوف التنفيذ ركله الجزاء، هل التنفيذ كان سليم ولا ما كانش سليم؟ هو من هنا مش هيبان تقريبا من الناحيه العرضيه، يبان هل في لاعب دخل او ما دخلش، بس لحظه التسديد بس نقف، ارجع تاني بس هنا الحارس تماما القدم هنا موجود على الخط، وهنا يمكن لاعب المقاولين هنا يعني ده تدخل مسموح بيه يا كابتن بلال طالما الكره جت هدف، ولكن اللاعب ده لو هنا شويه وردت من الحارس واللاعب ده تدخل وطلعها، انا هنا من الحكم اعيد، انما حتى لو تدخل هنا والهدف جه خلاص بنحسب الهدف، وهنا الهدف بيبقى سليم. التنفيذ كان صحيح والحكم اشار باحتساب الهدف. الحاله اللي جايه حاله مهمه جدا، نشوف هنا لحظه تمرير من لاعب ديانج، وبيستلم والمساعد اللي هو كريم يونس بيشير على صحه الهدف، ونشوف هنا بس هنا طبعا بردك حاله، ولكن انا بحيي الحكم المساعد الثاني. انا قلت يا كابتن بلال بس انت جبت لو انت واقف صح اكيد يا كابتن ايمن الحاله هتيجي صح. وهنا طبعا هنا ديانج متغطي، وبالتالي هنا هدف صحيح للنادي الاهلي، لا يوجد تسلل، وانا بشيد بكريم يونس في هذه الحاله بامانه، لان كان تمركزه وربطه كان تمركز صحيح وربط صحيح.
الحاله بعد كده كابتن سمير. شوف هنا هدف المقاولين العرب وهنا القفز، هنا وقلنا القفز هنا حاجه من الاثنين، يطلع العب وبعدين يحصل بعد كده احتكاك او اعمل احتكاك الكابتن او اعمل القفز وبعدين العب. هنا لا مهين ارتقى وطلع نشوف، وبالتالي هنا المخالفه مش موجوده والهدف هدف صحيح للمقاولون العرب. وهنا تسلل طبعا متغطي لاعب المقاولين اللي هو سجل الهدف بالخط الفار، هو باين ان الهدف هدف سليم للمقاولين. الحاله بعد كده وهنا بنشوف التهور، التهور وهنا بنشوف هنا على طول الدخول هنا بهذا الشكل يمثل هنا شيء من بعض الخطوره على لاعب الاهلي. شوف هنا الحكم لم يعني لم يتردد واشهر بطاقه لرقم 38 من اللاعب المقاولين، وهنا الانذار للتهور بطاقه صفراء صحيحه على لاعب المقاولون العرب نتيجه التهور، وممكن كمان نتيجه تعطيل الهجوم الواعد لو عدى كان ممكن يعمل هجمه واحده. اخر حاله معانا وهنتكلم دي حاله تعليميه، تاني بنتكلم فيها قبل ديت نشوف الكره تصطدم بالايد برجله ايه. مبدا عام للكل، اللاعب بيلعب وتيجي في ايديه بيلعب او كابتن اسامه تاني، طالما انا مدافع ورايح العب نشوف هنا فاخر هنا الكره بيلعب يلا نمشي وبعدين بتصطدم في الايد، قطع طبيعي الكره بتتلعب برجل تيجي في الايد، هنا طبقا للقانون لا توجد مخالفه وكان قرار قرار الحكم صحيح وكان الفار هنا بيؤكد على صحه القرار. مخالفه تاني هنا لا توجد مخالفه لمس الكره بيد نتيجه ان اللاعب هنا لعب يا كابتن شريف، وهنا بالتالي هنا كان الحكم صحيح. حاله تعليميه لكل حكام مصر، ده اللي بنتكلم فيه بقى يا كابتن، احنا عاوزين مدرب يدرب الحكام ازاي يتحرك في الملعب. عندنا مشاكل كتيره في الحته دي يا كابتن للاسف، واحنا بنقول المدير الفني اللي جاي او رئيس لجنه الحكام بيتور بريرا من فضلك هنا عندنا مشكله. هرجع الاول سمير راسب الاول خالص هقول لك ليه هو جه هنا، سامحني في الاول خلي اول لعبه خالص يعني في اول اللعبه بس من فضلك، يعني معانا اللقطه كانت معانا اللقطه من اول اللعبه عشان نشوف الحكم هو راح هنا ازاي، يعني ايه اللي وداه الناحيه دي، نشوف الحاله دي مهمه جدا، دي حاله تعليميه لكل حكام مصر. طيب ماشي نرجع تاني يا سمير معلش، هنا هنا انت اللي جبت نفسك هنا بقى محتار مش عارف يروح يمين، احنا قلنا دايما اخرج خارج محيط اللعب لان ده بمثابه يؤثر على الشغل وتحضير اللاعبين. دي كانت اخر حاجه معانا يا كابتن ايمن، بالتوفيق للتحكيم المصري. ولكن النهارده شفنا حاله المساعد الاول وشفنا ان الفار هنا كان ليه دور، نتمنى طبعا تطوير الاداء التحكيم الفترة اللي جايه، وقلنا ان الاخطاء التحكيميه محتاجه شغل كتير جدا جدا من لجنه الحكام، عندنا كوادر بره موجوده كوادر فنيه واداريه على اعلى مستوى ممكن تاخد منها تشتغل صحيح، وعندها القدره انها تشتغل، يعني مش شرط ان انا اشتغل باللي معايا في لجنه الحكام يا جماعه، الموضوع مش يعني مش يعني ملزم بان انا اخد الناس اللي معايا بس، عندنا بره كوادر كتيره عشان نعمل تحكيم. اتحاد الكره يتدخل الفتره اللي جايه حاسمه جدا في بدايه الموسم الجاي يا كابتن ايمن، بالتوفيق للتحكيم المصري في المباريات القادمه ان شاء الله. شكرا يا كابتن ناصر شرفتنا وابدعتنا. بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمقاولون العرب في الجوله رقم 34 في الدوري الممتاز المصري لكره القدم، والتي انتهت فوز النادي الاهلي 4-1 بكل سهوله. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة وبالتوفيق للمباريات القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن أيمن وبشكر الكباتن ومبروك وقبل جاي بإذن الله. يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة عربي شرفتني يا كابتن. شكرا شكرا ليك أيمن وألف مبروك ومبروك للعيبة كمان اللي أثبتت نفسها النهاردة. كابتن علاء ميوك شكرا يا كابتن شرفتني. أشكرك أيمن مبروك وإن شاء الله دايما القادم أحسن يا رب إن شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا وقادم احسن ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورق